شكلت موجة تسونامي التي ضربت إقليم أتشي الأندونيسي عام 2004 صدمة جماعية عصية على النسيان، فذاكرة الناس هناك ستظل مثقلة برحيل عشرات الآلاف في ساعات معدودة. ولأن الإنسان مجبول على اتخاذ الحيطة والحذر والاستعداد للأسوأ، بدأت المدارس في أتشي تقديم دروس إلزامية يتعلم خلالها الطلاب إجراءات السلامة الذاتية المطلوب اتباعها بمجرد وقوع الهزات الأرضية. فهناك ما يمكن للمرء القيام به وعلى وجه السرعة لتجنيب نفسه الكثير من المخاطر. أبدى الطلاب تجاوبا كبيرا مع الدروس التطبيقية، وكيف لا وهم جزء من بلد يعتبر الأكثر تعرضا للكوارث الطبيعية مقارنة ببلدان العالم الأخرى. يحمل الرقص بمختلف مدارسه طاقات تعبيرية يمكن توظيفها على أكثر من صعيد داخل وخارج صالة العرض. هنا في أستراليا تجربة للرقص أو الحركة وفقاً للخبير القائم عليها تتلخص في استغلال طاقة هذه المجموعة من الطلاب في التعبير عن تفاصيل الحياة اليومية في المدارس بكل ما تحفل به من تصرفات تتراوح بين العنف والتسلط والاعتداءات المتبادلة وصولاً إلى العزلة، وكلها ظواهر تعج بها المدارس. تمحور العرض حول الطلاب الذين يمارسون العنف ضد أقرانهم انطلاقاً مما يعتقدونها قوة جسدية يتحلون بها أو رغبات دفينة تحثهم على احتقار الآخرين، وقد تضمن العرض إدانة واضحة لهذه الفئة من الطلاب. عكست الدورة السنوية لمعرض الفراشات في مدينة شنغهاي الصينية مدى ولع الآسيويين بهذه الحشرات الملونة وحرصهم على ملاحقتها وتصويرها وصولا إلى تحنيطها. فالفراشات رغم قصر عمرها إلا أنها ظلت مصدرا لإلهام الكثيرين. نحو 60,000 فراشة من مختلف الأنواع والأشكال نشرت وفق أساليب عرض مبتكرة ترسخ ما استقر في ذاكرة ووجدان الناس عن جمال هذه الكائنات الرقيقة جدا. المشاركون في العرض من شركات وأفراد يمثلون نشاطا اقتصاديا يقدر حجمه بملايين الدولارات سنويا. هي نتاج عمليات توليد وبيع وتصدير الفراشات وتحنيطها بعد نفوقها وتثبيتها من ثم في إطارات زجاجية يحرص كثيرون على اقتنائها، فجمال الفراشات لا يموت معها بالضرورة.